صحيفة The Hill صحيفة أمريكية بتقول الآتي، بتقول بايدن فقط حوالي 500,000 صوت من الناخبين نظرا لدعمه للحرب الدائرة على قطاع غزة أو للعدوان الإسرائيلي على فلسطين. يمكن ده اللي حصل تقريبا الأسبوع ده. طيب، وفي نفس الوقت هناك حركة اسمها غير ملتزم، الحركة بالأساس بيقودها مجموعة من عرب المهجر في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا تيارات يسارية موجودة هناك. طبقا لجريدة أو صحيفة The Hill مفترض أن هم واخدين تقريبا حوالي 10% من الأصوات في نيو مكسيكو، 9% في نيو جيرسي، وهي ولاية وتحديدا جيرسي فيها عدد لا بأس بها على الإطلاق من السكان العرب الأمريكيين. حركة غير ملتزم بتقول في بيانها الصحفي: إحنا مهمتنا واضحة ويجب هزيمة جو بايدن ولن نقف مكتوفي الأيدي، نحن معبؤون غاضبون ملتزمون بضمان هزيمة جو بايدن في الانتخابات العامة. وده هنا بقى يبقى سؤال، وعند هزيمة جو بايدن هل من سوف يأتي هو أحد الملائكة؟ يعني ما هو اللي جاي كارثي. يعني لو افترضنا جدلا انه اصبح دونالد ترامب هو المرشح الرسمي والحد دلوقتي الرجل الابرز في الانتخابات، لكن ما هوش المرشح الرسمي بتاع الحزب الجمهوري. طب ولو اصبح هو المرشح الرسمي بتاع الحزب الجمهوري وخاض الانتخابات بالفعل، هل سوف ياتي لنا دونالد ترامب بما لم ياتي به جو بايدن؟ يعني هل هيتراجع مثلا دونالد ترامب عن موقفه بخصوص السفاره الامريكيه في القدس؟ ده على سبيل المثال. معانا من فيرجينيا الأستاذ محمد العالم، وهو الكاتب والباحث السياسي المعروف. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ يوسف. أهلا بيك أستاذ محمد، أهلا بيك. نتحدث عن مسألة خسارة بايدن طبقا لذا هيل لحوالي 500,000 صوت من الناخبين، وفي نفس الوقت حركة ملتزم وهي تتحدث أنها ملتزمة بأنه جو بايدن لا يجب أن ينجح في الانتخابات القادمة. ولكن مآلات عدم نجاح بايدن، يعني ما هو سوف يأتي أيضا دونالد ترامب، وإن لم يأتي دونالد ترامب فسوف يأتي مرشحا جمهوريا أيضا متشددا ميالا أكثر من جو بايدن ناحية إسرائيل، ولا أنا غلطان؟ لا، هو حقيقي كلام حضرتك، يعني البديل عن بايدن هو بديل أكثر سوءا إذا ما نظرنا إلى القضية الأساسية لحركة غير ملتزم، وهي قضية قطاع غزة وتعامل بايدن معها. من المعروف أن ترامب وعوده للوبي اليهودي في الداخل الأمريكي وعود ضخمة، ويمكن بتفجر مفاجآت كثيرة، كان آخرها فكرة نقل السفارة الأمريكية للقدس، وده ما كانش في أي رئيس قدر يعمل الخطوة دي قبل ترامب. وبالتالي المتوقع الأكبر أن ترامب ومع فكرة أنه أدين في أكثر في حوالي 34 قضية هيبدأ يعطي بعض الوعود الكبيرة، كان آخرها على سبيل المثال الوعد بأنه مش هيحظر تطبيق تيك توك، مع أنه كان من أكثر المهاجمين للصين وفكرة تمددها الاقتصادي العالمي وخطر على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ترامب حاليا مؤهل أنه يقدم أي تنازلات في مقابل الفوز على جو بايدن، وبالتالي يعني الحركة دي هي مش هتصوت لدونالد ترامب، ولكن هيكون لها بعض التصويت العقابي، وهو عدم التصويت من الأساس احتجاجا على سياسات بايدن. لكن اللي أنا شايفه في الحركة دي إن هي لازم، بما إنها حركة في الأصل يعني قامت على العرب والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، فلازم تكون أداة ضغط نوعا ما. ضغطها هنا إن هو كيف يعني تستمد بعض الوعود من المرشحين، يعني إذا كنت أنت مش هتصوت خالص فلازم تتجه لدونالد ترامب وتاخد منه وعود معينه بشان قطاع غزه او تستعد للمراحل القادمه. هو ده الخطا الكبير اللي انا شايفه. التصويت نعم تصويت عقابي، ربما يفقد بايدن يفقد كل يوم اصواتا، يعني كل يوم بيفقد اصوات كثيره، والمجتمع الامريكي غير مقتنع بيه بالمره، لان المواطن الامريكي زي ما تعرف حضرتك يعني بيبص للاقتصاد في المقام الاول. طبعا بايدن دمر الاقتصاد او الفكره الاقتصاديه نوعا ما، وبالتالي هو بيخسر الاصوات، وترامب ربما هو الرئيس القادم سواء بالنصف مليون صوت او بدونه. لكن لا، لابد ان يتم يعني فكره
تطوير فكرة الاحتجاج الصوتي بالنسبة لهذه الحركة. طب هل الحركة نفسها أو الجالية العربية نفسها أقدر أقول أنها قادرة على إيجاد لنفسها موضع ثقيل في اتخاذ القرار الأمريكي أو بين يعني جنبات عقل متخذ القرار الأمريكي؟ مستقبلا نعم، يعني إذا هي في الانتخابات الحالية غير ممكن هذا الأمر، لكن المتوقع الأكبر في السياسة الأمريكية ومع فكرة إن السياسة الأمريكية حاليا يعني فكرة، يعني كان في بعض الأصوات قالت إن فكرة الاختيار بين ترامب وبايدن هو بين السيء والأسوأ بالنسبة للمجتمع الأمريكي نفسه، وده بيفقد السياسة الأمريكية رونقها وبيدل على إن في نوع من يعني عدم الوفرة في السياسة الأمريكية بما إن المرشحين كبار سنا، وبالتالي الانتخابات ما بعد هذه الانتخابات سيكون مختلف في الداخل الأمريكي. من الممكن يعني الحركة الطلابية على سبيل المثال كانت حركة مفاجئة عن كل المجتمع الأمريكي وأوضحت فكرة غزة وحقيقة الأوضاع في فلسطين للمجتمع الأمريكي، وبالتالي هناك حركات تعتبر فيها نوع من عدم الانحياز للسياسة التقليدية الأمريكية. من الممكن أن حركة زي دي تنضم ليها ويبدأوا يأسسوا فيما بعد ذلك، أنه من المتوقع الأكبر أن الاعتماد في السياسة الأمريكية ما يكونش يعني على الحزب الجمهوري والديمقراطي فقط، ومن الممكن يكون هناك مرشحين يعني مستقلين يفوزوا بالانتخابات الأمريكية في السنوات القادمة، وبالتالي من الممكن أنها تؤسس لنفسها. ولا ننسى هنا يعني على سبيل المثال انتخابات 2016 اللي حسمها في ميشيغان كان 10,000 صوت فقط لصالح بايدن، وبالتالي هم يستطيعون في وقت الأزمات أو في وقت الاحتدام الانتخابي أن يفقدوا أحد المرشحين كما قلت، يعني فكرة الفوز بولاية كاملة، لكن هذا يعتمد على قوة الأصوات ويعني فكرة الحصول على وعود من المرشحين أو المرشح الآخر الذي سيفوز بسبب هذه الأصوات، فمن الممكن البناء عليها من الآن، لكن في الانتخابات القادمة الأمر يعتبر مستحيل أن يتم التأثير بهذا الشكل للأسف. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ محمد العالم، الكاتب والباحث السياسي، محدثنا من فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية.